يقول إنه قدم من الرياض، قدمت من الرياض وقد أديت العمرة كاملة وأسكن بالحرم وأصلي فيه وأطوف بالبيت، فهل علي شيء؟ لك الأجر والثواب، هذه عبادات وطاعات، الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، والطواف بالبيت عبادة، وكل ما أكثرت من الطواف يكثر الأجر إن شاء الله، فاستمر على هذا. هذه فرصة عظيمة، هذه فرصة عظيمة وجودك بجوار بيت الله، صلي في المسجد الحرام الصلوات الخمس، تطوف بالبيت، تدعو الله عز وجل، تتلو القرآن، هذه فرصة عظيمة للمسلم. نعم.